واعرف انه الغلا ما من حكومه بس، ما ترميه تقول حكومه، ذول عينه الفيل يطعم في ظله. الشغله دي مننا كلنا صراحه كان، لانه الليله بتمرق برا بتلقى الناس بيحاربوا الله بالمعاصي، الرزق ده من الرزق عند الحكومه، الرزق الله قال وفي السماء رزقكم، هو ما بيقروا القران الناس دي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما مصدق؟ قال فورب السماء والارض. والله زول الله يحلف له وبعد ده ما يصدق، دخل لي ياخذ راحته. قال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون، توعدون الجنه، رزقكم ده بتاع الدنيا، قيل المطر سبب الرزق وقيل الرزق العام. واقسم الله قال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ده الرزق تمام اي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه شنو؟ من حيث لا يحتسب. الناس الله بيمتحن فيهم، بقى لهم العيشه زمان 20 عيشه بجنيه، كانت الف زمان عمله 20 كانت طوال ديك، بعد شوي بقت 10، شغالين لسه يبنوا في القباب لسه معلش، ثاني بعد شوي بقوها 5، الحفلات شغاله بقوها 3، كل مره مارق لنا فنان جديده، وقف المركب خلي الشباب، ده غرق المركب وزاد العيش بجنب، ثاني بعد شويه شغالين 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 لحد ما بقت بشنو؟ بجنيه واحد بس، عيش بجنيه 10 عشات ب 10 جنيه. والمشكله الله قال وبلوناهم بالحسنات اي النعم والسيئات اي المصائب، ليه ابتلاهم؟ لعلهم يتضرعون، عشان يرفعوا يدهم يقوموا يبكوا له، يا الله ادينا العيش ويا الله ادينا وادينا وادينا، ويدعوا ابتلاهم عشان يرجعوا له. مواصلين تلقاهم في صف العيش، واحد واقف ورا في السخانه ويدردم في سفته، يا الله امتحنك لسه بتسف؟ ايدع الكيس عشان الشغله تمشي، والكيس ذاته غلا، الكيس ما غلا، ومصايب كثيرة جدا وبلاوي. البنزين واقفين في الصف، عربية القلولة أتز وراء أكسن وراء بجاي كذي، بعد شوية تلقى وراء عربية قزاز مرفوع مكيف شغال، واقفين في مش في امتحان، امتحان بتاع بنزين من الله سبحانه وتعالى، أي بدل يرجعوا له تلقاهم شغل الغنية في الصف ذاته بتاع البنزين، ما مشكلة والمشكلة هذه، دي ما مشكلة في الصف ذاته، دي ما مشكلة يا جماعة، دي معاصي شغالة وحرب لله سبحانه وتعالى. فالأمر كله هو الذي رفع السماء بيد الله، والقناعة دي لو ما وصلت لك بتتعب في الدنيا، تقعد تقول بألف وبجنيه، ولما تموت شغلتك ماشية. ما حصل سمعنا زوج سوداني، أسألوا أعمامنا الكبار ده، إحنا ما شباب صغار، أسألوا الناس الكبار، ما حصل سمعنا سوداني مات بالجوع. وانا اتحداك الان جيب لي زول في البلد دي ربط حجر من الجوع، بس وريني اللي جابوه ان شاء الله في اعلان في نص مسلسل محرم كلها اجيب، ما في ربط جوع. يا اخي الشحات قاعد في البلد دي مرتاح ياكل في اللقشه، ها؟ والقرقوش جزاك الله خير، القرقوش راقد والشغله كثيره راقده والله، ياكل العيش الشاي ذاته بالعيش ومرتاحين وكذا، لكن الشغله كثرت وغفله وابتلاءات، والناس دارت عيزاته لمتين ودارت ترجع لله 200. نحن اقول الامر ده للكل، للكل، ما ترميه في فئه معينه، كلنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى. فاذا رجعنا الى الله وتبنا الى الله ازال عنا البلاء. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، لما آمنوا، لما آمنوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات بتجي، وإلا الآن المال موجود لكن بركة ما في، الزول عنده في جيبه ملان وشايل له موبايل بألف، أول بيقول لك غالية الشغلة دي، شايل موبايل بألف والفين وجيبوا فيه قروش، لكن قروش ورق زاي كثيرة وما في حاجة، السبب شنو؟ بركة ما في، بركة ما في. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا
وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما، والكذب موجود وكتمان العيب موجود، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تبرج موجود، النظر الله يرضى كيف تبرج موجود في الشارع، تمشي ترى العجب العجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. أسنمة جمع سنام، البخت الناقة، راس قال لك فوق الشعر زي السنام. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي مستدرك الحاكم قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. تبرج، أنا ما أقول أي بيت الزول يقول لا أنت ملعونة، لا، في الجاهلة وفي كذا وفي كذا وغير كذا. فأنت تقول شنو؟ الله يتوب عليهم. تبرج بجنبة، سفور بجنبة، مسلسلات شغالة، أفلام، تخش الليلة الأندية تلقى العجب العجاب، تمشي محلات الشغل تلقى الغش والكذب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا ليس منا. ويقول كما عند البغوي وابن المصنف لابن أبي شيبة وفي السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، وفي لفظ في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. كان بيقد عيشة بمليار، قال لك ما بتموت إلا حاجتين يتم، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ده كله كوم، ومظاهر الشرك كوم تاني، شرك منتشر وبلاوي ومصائب. ليس الناس ما دارة تعتمد على الله تعالى، والله يبقوا ماديات بس. المريض تلقى متجرس ولك ما عندنا حق العيادة وحق شنو العيادة، سبب ما حلال ما حرام كويس، لكن ارفع يدك لا الله اللي بيش فيه، الله خلقك كامل، علاج مشكلة بسيطة ما بعالجك. وإذا مريضت فهو شنو يشفين، دعاء لله سبحانه وتعالى. وين عليك الله منو اللي بيقوم بالليل يقول: يا الله تفرج على أهل السودان مشاكلهم وتفرج لهم كربهم. منو اللي بيقوم كوراك سايب النهار وجوطة ومعاصي، ويقول لك العيش والسجائر شغال يبيعوا فيه، والعربات الدفارات شغالة ماشي، والإسكريم شغال داسي بكم ذات، وده بيجاي والباصة شغالة وأي شيء شغال، واللحوم وغيره والأكل ماشي، وما بتعظوا الناس دي كذا. النصوص خليها، الدين كله خليه. سوريا دي ما موعظة للناس، ناس قاعدين عايشين قاموا على الحاكم ومجرم ولا ما مجرم، مجرم معروف ده، قاموا على الليلة في مشكلة. ناس كنت تشوفهم في التلفزيون أوك يشتغل لك مسلسلات بتاعت بعض المحرمة دي يجيبوها، تشوفهم زمان مضاف بس يبقوا في الاسطوب يشحدوا الناس، نسأل الله يفرج عنا ونأخواننا. في النهاية السبب شنو؟ خالفوا الدين، وما خالفوا المساكين ديل، قد يكون ما خالفوا ديل البيجو هنا، خالفوا ناس رؤوس قوموا الفتن، وفي النهاية حدث الذي حدث. ليبيا ديل بيجاي برضو الناس ما بتتعذ، ليبيا ديل مرتاحين والشغلة وقروش تجيهم في بيوتهم، قلبوا وهذا وقعد 43 سنة مرقوا عليه وجوطوها كتلوه في النهاية، هسي يتمنوا فيه كتلوه هسي ارتاحوا. وغيرهم كتار خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك الناس ترجع إلى الله وتطبق الدين في كل شيء. الدين ده نحن ما نبقى زي شغل علمانية دين في محلات معينة ونفصل من محلات، الدين ده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم شنو كافة. قال ابن كثير: في جميع جوانب الدين، وتكون حر في الدين، ما تبقى في طائفة ولا حزب ولا جماعة، تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. بتلاقي الله براك: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا
وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردا. الناس ترجع إلى الله وتدعو الله وتستعين بالله، والله يفرج عنا.